اول حاجه قبل ناخذ الخطاب الجميل، الخطاب الكويس، الخطاب الممتاز اللي بيمثل الشعب السوداني، ناخذ الميدان. شير يا جماعه، ادونا الشير يا جماعه. اول حاجه الدوحه ما شاء الله تبارك الله، قوه جيش كاكي اخضر، معارك طاحنه، اتحركوا ما شاء الله ولا اخذوا معاهم قصه كثيره، رجال فرسان بل بس ما شاء الله تبارك الله. استلموا الدوحه، ومبدات ما شاء الله قطعوا فيها شوط كبير، مبدات كلها قطعوا فيها شوط كبير، كبير جدا جدا جدا، كبير جدا جدا. وانا زياره البرهان الليله لوادي سيدنا وقعاده مع ياسر عطا، وانا بقول لك وبالفم المليان بلبس والشغل بدا، وانا بقول لك البلبس والشغل بدا، والحاجه اللي انت دايره الان بتتحقق. امسكوا درمان ما شاء الله تبارك الله، شغل نظيف، شغل تمام، شغل ممتاز ولا كشه. الجنجويد لموا ناس من كل الاتجاهات، من كل المناطق، من مدني، من الحصحيصه، من الرفاعه، من وين من وين، عملوا متحرك ضخم جدا وصوروا نفسهم والرعب، وكمان شباب قحاط تطوعوا دقوا البيبان في سنه اطلعوا اطلعوا الجنجويد جايينكم، قسما بالله العلي العظيم دقوا الابواب قالوا لنا الجنجويد جاي. الجيش عمل شنو؟ الجيش طوال طيرانه جاهز وعارف، ولما خلوهم يتكوموا ضربوا ضربه كبيره جدا جدا. وعشان يكفل الحدوده وعشان الجوا جوا والبره بره، كوبري بتاع ود الحداد دنيا زايده، اللي بيدخل الجنجويد السكر وغور السكر والمناطق اللي بنتشر فيها دنيا زايده، بي جنجويده بتاشراته بعرباته بوسخه. والخطوه دي تاخرت كثير، خلاص من بدايه الحرب نحن بنطالب شوت اي حاجه وبتتعوض، طالما الانسان بيعيش بيبني. انت بتشوت احنا بنبني، لكن المشكله يشوتوا الانسان اللي بيبني منه. ولو ما كان شات الكوبري امني وامان، لكن انا بطمنك زياده، امني وامان، لا جنجويد داخل لا جنجويد طالع، الجوا جوا والبره بره، وبهناك الدين دير قفل واحتفل استلام كامل. ده الصندوق من وين كده؟ من هنا سنار، من هناك قفلوا عليهم، بهناك الدندير، بهناك باذن الله تعالى قريب نسمح. القصه خلصانه، الجوا جوا ولا عندهم امداد بالحقن ولا عندهم زول، اللي تجمعوا ديل كلهم اغلبيتهم انقرضوا، كميه كبيره كلهم دنيا زايده. الان المفروض طوال المعارك، في معارك بدات، انا عندي المعلومه، في اتجاهات كثيره، وده صح شد الاطراف، دارين المعارك بتاعت بحري اهم حاجه، والمعارك بتاعت بحري مهمه جدا جدا جدا، لانه بحري فاضيه، لما بحري تتامن بجيش خلاص بالنسبه لك ثاني الطريق باقي لك المصفى، المصفى ده مهما كانت الخساره شنو حنخسر فوشنا ثاني. المصفى ذاته لو نعمله دار عجزة أفضل لنا من هنا مصفى، يتحول أي مكان إن شاء الله يكون محله دار عجزة، شوت أم أبو أم أي حاجة فيها جنجويدي، أكسب زمنك، أفضل لك تخلي الشعب عشان يبني ولا الشعب يموت عشان أنت تلقى الأرض فاضية. أي مكان فيها جنجويد، أي كوبري، كوبري جبلوليها الحاجة اللي خلتك تشوت الكوب، شوت جبلوليها. دارين نركعوا الجيش السوداني، دارين يمشوا تسولوا السلام من عاصمة لعاصمة، من دو أنتوا وطالوا من فوضكم الشعب السوداني يا جحا. تعالوا السودان، تعالوا شوفوا حال السوداني، تعالوا خشوا شوفوا الشعب اللي انتم ماشيين تتكلموا باسمه ده. مما بدت الحرب جيتوا راجعين، لقيتوا قابلتوا، جيتوا عملت لكم مكالمه له جماعيه، مقابله جماعيه كده تلميتوا، ما بتقدروا، معناته انتم ما بتمثلوا حاجه ولا الشعب السوداني بيرتضي باي حاجه. ودي الحاجه اللي قالها البرهان في خطابه. الان يا برهان عندك مناطق لازم تنتهي، لازم تنتهي الليله بكره، لازم في سنجه اول بيوت طرفيه فيها جنجويد، بيوت واضحه والدنيا عارفاها وكميه كبيره، قول لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبالله بلا ما يطلع فيه النفخ النار، لو لقيت ثاني جنجويد نايم جوا بيت تعال اسالنا. ديل بيدخلوا جوا البيوت ليه؟ عشان خايفين من الموت، عشان عارفين انك ما بتضرب، وعارفين انك ما بتهاجم ولا بتضرب جوا البيوت، اصلي هم بيقعدوا برا ما بيقعدوا، ما جوا بيدخلوا البيوت. انت اديهم فرتق لهم بيت واحد وثاني ما بتشوف لك واحد قاعد جوا. دي الحقيقه. جبل اولياء ما دايرينه، والله يتبني احسن منه، ما دايرينه. جيشك الان عندك مسار فاتح بحري، عندك مسار فاتح بحري، وبهناك حطاب، لازم بحري وحطاب، ويا الشندي يتقدم
انت ده احلى من كده شنو؟ الناس ديل الان ما في شرق النيل الليله واحد بهناك والله برسل رساله قال لا في ارتكاز ولا في جنجوي ولا في الارتكازات كلها ما في. بح ارتكازات ما في، الناس اللي جوا مدني قالوا ما في جنجوي، ده الناس اللي كانوا قاعدين جدعوا هدومهم. هدومهم شالوهم اللصوص وجدعوها وقاعدين بالملكي. ومرصودين باللساني. قاعدين بالملكي، قاعدين كده عادي لابسين بنطلون وقميص ولابسين. عندك الفرصه التاريخيه انه الان تفك الجيوش كلها. زمن واحد والله ما ياخذ زمن. حيمشي قاتل وين الجنجويد مليون الف؟ ما يقول لك والله اي زول غايد جوا في غرفه السيطره يقول لك لا كده ده جنجويد وتكواله خد فيه الكلبوش قدام الضباط اللي جنبه. قسما بالله العظيم لو انت همك وطن وتبني دوله ارجع انا شايفك الليله راكب التاتشر وركوبك التاتشر ده معناته شغل شغل زول الليله ما صلى نهائي ودي الحقيقه. ركبتك للتاتشر دي معناته في شغل شيء تب ان شاء الله شغلك ده يكون جوا القياده. انا حاسس انه في شغل وفي تغيير وفي 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 لانه ده ما كلام اللي حصل الليله ده بخطاب بتاع البرهان والشغل العطا وتلاقى ما بتلاقوا الا على خير. ياسر العطا البرهان ما بتلاقوا الا على خير. ما بتلاقوا الا على خير الا في قلاشه كبيره جدا جدا لولاد الحرام دي. الا في الليله قلاشه كبيره جدا جدا قلاشه محتمره. والشغله بقت واضحه. ما داري لا مترجم ولا داري نقول لانه الجنجويدي ما بيفهم. ولا حنشرح لانه الحاصل شنو. ولا حنقول له في شنو. ولا حنوريك الحاصل شنو، لكن جاي قلاشه كبيره. اثبت انت حملها. وده الوقت المناسب عشان برهان يفتح جميع الطرق. جميع اي مكان فيه اهجم، ما عنده الناس شويه وحاط الله ما بكفه. والله العظيم حتدخل فيهم خوفه من الله خلقهم ما شافوها. حترهبهم ارهاب وحتمسكه وحينهاروا في وقت واحد وفي كل المحاور. والله شبكه بتاعت صياد في بحر مليان سمك ترمي كده يطلع لك وجهها. وده الوقت المناسب. اي غايد في الجيش ولا غرفه السيطره تقول لك لا وما ده بطوالة قدام اخوانه ده عميل ده العميل ذاته. ودي الحقيقه. الوقت ده لو ما تحرك في الجيش معناته الجيش ما داير الانتصار. الوقت ده لو ما الجيش كله في كله يتحرك يا اخ بابا نوسى بابا نوسى اللي هو معاويه ودرمود وين وفرقه قدر شنو؟ هذولك مصددين وداقين الجنجويد 10-0 وحرروا بابا نوسى كلها واستلموا والليله جاكين بالفنيله الداخليه. الليله جاكين شنو يا جماعه؟ في شنو؟ الناس ديل ما الجنجويد ديل احنا سايبين نصنع شون هنا؟ اعلام القحاطه على الميديا بتاعت القحاطه على المطبلاتيه على المخزلاتيه يصنعوا لك جنجويد راجل. لك التحية بسيوني، كلام جميل جدا، بل بس بما انه الكلمة دي بزعل الجنجيت والقاحات، لكن حل غير ما في، بل بس يا ريت جيش أي مكان فيه جنجيت يجيب الدنيا زالة بما فيها. من زمان لو تشتغلوا كده والله الجنجيت ده ما تطاول على الجيش. ومشكلة خلاء النايمة دي هي اللي بقى المشكلة الآن. لأنه الجنجيت هم معروفين، أي جنجيت معروف، لكن الأحزاب دي الغشة على هذه المناطق دي باسم المدنية وباسم الكيزان. عشان كده الشباب دول نص مغشوشين، فالناس تنتبه للخلايا النايمة ديل. أيام اللي برضه في كلام عن المؤتمر بتاع مصر ده إنه الأحزاب السياسية دي كله ده اجتمعوا في مصر، فالناس تقدم قالوا جايين لكن طلبوا من الحكومة المصرية إنه يعملوا لهم حماية. طيب أنتم جايين تقولوا يا أخي بتمثلوا الشعب السوداني، تطلبوا حماية لشنو؟ تطلبوا حماية من الحكومة المصرية من الشعب اللي أنتم جايين تقولوا تمثلوه؟ كلكم عبارة عن خونة وكلكم ناس يعني طلاب السلطة زي ما قال لكم برهان. الناس تطمن اخوان الجنجوي دي مبلولين في كل مكان، بيجوا بيستهدفوا مستشفيات عشان ما عنده اي شيء، يا مواطن يا مستشفى، زي ما قلت انه الناس دي دايرين مواطن يسرق فقط بس.